السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحباب السلكين أهلا وسهلا بكم في عنوان جديد وحلقة جديدة من برنامجكم. خلونا نتكلم كالعادة بجو شبابي وشهلولي. اليوم موضوعنا رائع. اليوم حنتكلم على أعظم كتاب في هذه الدنيا، القرآن العظيم، كلام الله عز وجل. القرآن أكبر من أننا نحن نعطوه حجمه في حلقة ولا حلقتين ولا حتى كثير من البرامج ما تعطي القرآن حقه، لكن يعني نحاول، هذه طريقة البرنامج أصلاً، 10 دقائق نعطيك فيه إشارات، نفتح لك أفاق أبواب، واللي وفق الله عز وجل هو اللي ينطلق ويبادر ويبدع ويقتنص هذه الفرص والكنوز اللي نحن حنحكوا عليها بإذن الله عز وجل. بداية في معلومة مهمة جداً، ضروري نعرفوا أن الإنسان بين كل فترة وفترة المسلم يحتاج موعظة ويحتاج تذكير بالله عز وجل. كل إنسان مهما كان إيمانه قوي ومهما كان كذا يحتاج موعظة ويحتاج تذكير. وذكر الله عز وجل يقول وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. لو نفعتك الذكرى معناها بإذن الله عز وجل أنت من المؤمنين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن القلوب لتصدأ، تصدأ يعني يصيبها الصدأ، لأن القلوب لتصدأ كما يصدأ الحديد، زي ما يصدي الحديد. فالصحابة تعجبوا، يا رسول الله وما جلاؤها؟ كيف نزيل نحن الصدأ؟ معقول القلوب تصيبها الصدأ؟ قالوا وما جلاؤها؟ قال تلاوة القرآن وذكر الموت. وفي حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، يعني الإيمان يبلى في جوف أحدكم، يعني شنو؟ في قلب أحدكم، كما يخلق الثوب، نفس ما الثوب تشتري جديد وبعدين مع الوقت يصبح قديم ويبلى. فاسألوا الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. اسأل الله عز وجل أن دائما يجدد الإيمان في قلبك. فأنت الشاهد من الموضوع أن الإنسان يحتاج تذكير ويحتاج موعظة، والموعظة جاتك من الله عز وجل. قال تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم. شنو الموعظة؟ القرآن. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم، هي القرآن الكريم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. القرآن شفاء لما في الصدور، يعني مرات واحد يسمع شفاء لما في الصدور يقول لك كيف شفاء؟ شفاء نوعين، شفاء معنوي اللي هو شفاء القلب من الشهوات، الإنسان اللي دائما يشكو من كثرة الشهوات وكذا، وشفاء من الشبهات، الإنسان يخاف على دينه مثلا يتصيب شبهة أنه يكون مبتدع والله يكون ضال ولا كذا، أهو القرآن موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وهدى ورحمة للمؤمنين، هدى كيف؟ يعني تو كثير جدا من الناس يقول لك والله يا رجل خلطت علينا وكثرت وجماعات وأحزاب ومش عارف كذا وفتن وما عرفنا الحق من الباطل. القرآن هدى يبين لك الحق من الباطل ويجعلك تتبع الحق. ورحمة، يعني كثير من الناس وحتى أي إنسان محتاج الرحمة من الله عز وجل. كلنا عندنا ذنوب وكل إنسان عنده ذنوب محتاج أن الله عز وجل يغفر له هذه الذنوب ويرحمه. القرآن رحمة، موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث آخر يقول اقرأوا القرآن فإن القلب الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخرب. البيت، تخيل بيت خرب معشى في العناكب والدود وكذا، النبي صلى الله عليه وسلم قال القلب اللي ما فيش قرآن كالبيت الخرب. والله كثير سبحان الله من الناس، يعني شنو القلوب؟ والله قلوب، كل أغلب القلوب بيوت خربة إلا ما شاء الله عز وجل. جدد إيمانك بالقرآن، احرص على تلاوة القرآن، وسنعرف جميعا فضل تلاوة القرآن. فضل تلاوة القرآن يا شباب فضل عظيم جدا، حسنات سبحان الله لا تعد ولا تحصى. يعني في الحديث المشهور اللي كلنا نعرفوه أو نعرفه حتى معناه، حديث ابن مسعود رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة. من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، يعني يوم القيامة، تخيل أنت يوم القيامة لما يوضع الميزان، الإنسان يكون محتاج مرات يكون محتاج حسنة هي اللي تنقذه من النار، مرات حسنة تنقذك من النار، ومرات حسنة تدخلك الجنة، حسنة واحدة تدخلك الجنة.
شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها، حسنة واحدة بعشر أمثالها. بعدين شوف النبي صلى الله عليه وسلم ايش قال، لا أقول ألف لام ميم حرف، ألف لام ميم هذه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. تخيل أنت العدد هذه من الحسنات، الحسنة بعشر أمثالها، وتقرأ أنت الحرف الواحد لك بحسنة. سورة الناس مثلا، سورة الناس كم حرف؟ 79 حرف. تخيل أنت جيت قريت سورة الناس، كم تأخذ منك سورة الناس؟ 79 حرف في العشرة 790 حسنة. هذه سورة الناس بس. والله يضاعف لمن يشاء، الله عز وجل كريم، مرات يضاعف لك الله عز وجل أكثر من 790 حسنة. بالله عليك أميني، كل من يسمع هذا الكلام لابد أنك تدير ورد يومي، لابد راي يكون عندك ورد يومي من القرآن. يعني أول ما تنوض في الصبح مثلا على الفجر بعد صلي صلاة الفجر تقرأ إن قرآن الفجر كان مشهودة، أفضل وقت تقرأ فيه القرآن بعد صلاة الفجر. مش فاضي مثلا بعد الفجر عندك أي شيء تبي تقضيه، تبي تستعد للعمل، تبي كذا، دير وقت في القايلة، ما تفضي في القايلة بين المغرب والعشاء، بين المغرب والعشاء الوقت قصير. المهم قبل ما ترقد، المهم يكون عندك وقت للقرآن، أقل شيء صفحة ولا صفحة، حتى صفحة ولا صفحتين في اليوم، ما درستش حزب، ما درستش جزء، نصف حزب، دير كم أقل شيء صفحة ولا صفحتين. الصفحة الواحدة في القرآن فيها قريب يعني 500 إلى 600 حرف. تخيل أنت بعشر بالحسنة بعشر أمثالها 6000 حسنة، هذه في الصفحة الواحدة. يا جماعة كم تأخذ منك الصفحة أنت؟ كم تأخذ منك الصفحة؟ دقيقة تأخذ فيها 6000 حسنة. والله يضاعف لمن يشاء. بالله يعني القرآن زائد شوف هذه الحسنات بركة، بركة في رزقك ضروري، راه تدير ورد راه يومي ضروري منها. يعني بركة في رزقك، بركة في أولادك، بركة في حياتك، بركة في وقتك، في كل شيء. حتى يعني مثلا الشباب يقول لك باي أنا ما عنديش مثلا أولاد وباتي يصرف علي. أنت كشاب عندك مواهب معينة، مثلا تلعب في كورة، أنت كبنت عندك مواهب معينة، كل إنسان عنده يبارك لك الله عز وجل في الموهبة متاعك، بقراءتك القرآن ومداومتك على القرآن يبارك لك الله عز وجل في هذه الموهبة في أي شيء. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يعني أصوب وأحسن وأمثل، يهديك القرآن ويوجهك للتي هي أقوم وللتي هي أحسن. داوم على تلاوة كتاب الله عز وجل وعلى قراءة كتاب الله عز وجل، وأبشر بكل خير. هذا العدد من الحسنات يوم القيامة زي ما قلت لك تكون محتاج مرات الحسنة واحدة. إياك أن تكون من المتخاذلين أو من الكسالى، ورد يوم من القرآن وأبشر بكل خير. فضائل القرآن لا تعد ولا تحصى. شفنا احنا نشوف فضل التلاوة وكذا، وفي فضل حتى لسماع القرآن، مش بس تلاوة القرآن، حتى سماع القرآن فضل عظيم جدا. الله عز وجل وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. الرحمة في سماع كلام الله عز وجل. الواحد مثلا لما يكون الإنسان طالع من بيته مثلا في الصبح وماشي للجامعة، ماشي للمدرسة، ماشي للعمل، ماشي راكب في سيارة مولع الأغاني في الصبح، ماشي ومولع الأغاني، يبدأ يومه بالأغاني. سبحان الله، بدل ما يبدأ يومه مثلا بالقرآن بكلام الله عز وجل يريح قلبه يطمئن نفسه، يومه يمشي بركة، يومه يمشي حياة، يومه يمشي كذا، يبدأ يومه بالأغاني. والله يذكرني مرة نحكي مع واحد من الشباب فقال لي يا رجل مش عارف كيف الشباب يبدأ يومهم بالأغاني وبالصوت العالي وإزعاج وكذا. فقلت في نفسي الله أكبر، الله شكله هذا مثلا القرآن في الصبح وتلاوة والمعيقلي وكذا. فقال لي أنا مستحيل نسمع أغاني وصوت وهرجة في الصبح. شوي قال لي أعرف كيف نبدأ في اليوم؟ قلت له كيف؟ قال لي أول ما نوع في الصبح وكذا السيارة، نولع السيارة نسمع موسيقى هادية ما نزعجش روحي. سبحان الله، تعرفوا أنتوا صاحبي هذا ليش يسمع في الموسيقى كل يوم في الصبح؟ لأن تمت غذاء روحي بالنسبة له، وحتى اللي يسمعوا في الأغاني في كل يوم لأن تمت غذاء روحي بالنسبة لهم. كل يوم ضروري يشغلوا الأغاني، كل يوم ضروري يسمعوا الأغاني، مش بس في الصبح في العشية في الليل، ضروري في شيء في نفسه ما غذش بالحاجة الكويسة، ضروري يغذيه بحاجة حتى مش كويسة. رأوا هي فعلا غذاء روحي الأغاني هذه والموسيقى، لكن غذاء مسموم. والله مع الوقت يودر على الإنسان التزامه، ويودر على الإنسان صلاته،
يعني يضيعك شيئا فشيئا. والسبب الثاني تعرف انتو ليش برضو صاحبي تعود على الشيء هذا وتعود على الموسيقى؟ لان ما يجربش كلام الله عز وجل، وما جربش يبدا يومه ويبدا حياته بالقران، ما جربش الطمانينه، ما جربش الراحه مع كلام الله عز وجل ومع كتاب الله عز وجل. اي واحد القلب متاعه يغذيه بالقران ويغذي حياته بالقران تلاوه وسماعا وتدبرا وعملا وفهما وحكما به في الارض، الانسان لما يغذي نفسه بالقران مع كل الجوانب حيرتاح راحة طمأنينة. أحسن ما تبدأ به يومك وأحسن ما تختم به يومك وأحسن ما تسمع وأحسن، يعني الإنسان يكون مع القرآن تدبرا وعملا وفهما وحكما وتلاوة، كل شيء. خلي حياتك بالقرآن، قلبك خليه عامر بالقرآن، ما تخليش زي البيت الخرب نفس ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، جالس الناس اللي تحب القرآن. نحن ما زلنا نتحدث على القرآن وما زلنا نتحدث على هذه الفضائل العظيمة، عندنا فضل تدبر القرآن، نبي نعرف فضل تدبر القرآن والعمل بالقرآن، وش الحكم اللي يعمل اللي يحفظ القرآن ولا يعمل به، وش الفضائل اللي الإنسان حافظ القرآن شن عنده من فضائل له ولوالديه وفي حياته وفي دنيته، يعني ما زلنا نبي نعرف كل هذه الأشياء ونعرف الصور. شنو الصورة اللي تنجي الإنسان من عذاب القبر؟ شنو الصورة اللي يشفع للإنسان يوم القيامة؟ يعني معلومات كثيرة جدا ما زلنا بنعرفوهن على القرآن، لكن تابعونا في الحلقة الجاية، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا وينفعكم بما سمعنا، وسلكين ونحب الدين.